طبعا مثل ما وعدوكم ويكيز راح اجاوب على اسئلتكم. اول سؤال لما الركاوي، على فكره لما تتصل بي وقبل كم يوم حكيت فيها رحمه، لو طلبوا ان يستضيفوك في برنامج عراقي في احدى القنوات العراقيه داخل العراق بهذه الفتره تحديدا ويكون في بغداد، راح تجي ولا لا؟ اكيد راح اجي، يعني انا بالعكس يعني مهما كان اذا انتم قاعد تتحملون الالم والمشاكل وهاي، انا مو وحده يعني جايه من عالم اخر، بالعكس اتمنى ازور بغداد وخصوصا بهاي الفتره، يعني اشتاقيت لها. اوكي هدى صالح، اخر مره سويتي شوبينج كم صرفتي؟ حلو هالسؤال. وماذا تعني لك شو هاي الهدية؟ ما عرفت هاي الهدية. اوكي بس لان الحروف متخربطة. اوكي اول شيء ما اتذكر كم صرفت، لان صراحة والله يوم اطلع اشتري مو بوز، لما اطلع اشتري ما اعرف يعني ما احسب، خلاص قاعد اشتري وخلاص يعني. واحب الهدايا بشكل مش طبيعي، بس الهدايا اللي هي لها معنى، يعني مثلا ورقة مكتوب عليها شيء أحب أحتفظ بيها، شيء صغير هيك يعني. أنا كل هدايا من أنا صغيرة، وحتى عندي أشياء أنا مخبيتهم عندي لحد الآن موجودين من أنا طفلة. أفرح بالفيديوهات اللي يسووا ليها الفانز أكيد، وأكثر شيء يمكن يبسطني هاي الفيديوهات. هدى صالح هاي سؤالها. هاي السمسم ميرا بتقول رحمة شو هي المفاجأة اللي حكيتي عنها في إحدى مقابلاتك وقلتي إنه راح تضيف لي في مشواري الفني؟ أنتي لمحتي لديو مع فنان كبير، ممكن يكون فضل شكري؟ يا ريت، أتمنى. ما أدري، خليها مفاجأة لسه. هذا محمد رحم، أني أحب صوتك مرة وإحساسك رائع وكليبك رائع وراقي وشخصيتك رائعة ما شاء الله. تسلم يا محمد. الله يحفظك لنا ويحفظك لجمهورك الوفي. طبعا تحياتي لجمهوري، أحلى تحية لكم. وأنا عندي طلب صغير ورحم، لازم تعلمين تسوي بيتزا. يعني أنت طلبت مني أصعب شيء ممكن أسوي، لا ما أعرف أسوي بيتزا ولا أفكر، وأصلا أنا مش من محبي البيتزا هواية يعني. قاعد يقول لي دعابة لا تصدقين، انتي تأمرين والبيتزا تيجي لعندك. هذا حلوة. انزين نور حسين، انا سؤالي لرحمة عن ام رامي شمالي الله يرحمها، هل هي على تواصل مع؟ اكيد يعني هذا السؤال يعني المفروض ما تسألوني اياه، لانه انا العلاقة اللي تربطني بين رامي وبين والدته علاقة يعني مستحيل يعني افكر اني مثلا ما ازورها او ما اسال عنها، لانه هي اصلا يعني بمثابه شخص صار يعني من بيتي، مش بالمجرد انه رامي كانوا يعني بستار اكاديمي، لا صاروا احد من عائلتي الحمد لله. بعد على تواصل وياها واوجه لها تحيه واني احبها هوايه. وهنا سؤالي رحمة، اذا نفس السؤال امل صور. اوكي انتوا بتزوروا ام رامي؟ يا ريت، اكيد قاعدين نزورها يعني هسه وبعدين وبعد سنه. سؤالي رحمه، اذا تقدم لها شاب عراقي ولبناني وخليجي والكل نفس المستوى، ايهما تختاري؟ بصراحه اكيد عراقي. حبيت شوفي يعني ممكن عراقي، يعني العراقي بتظلي واحد يحن لبلده ولاولاد بلده، كده عراق وحسب اللي كنت احبه من وين. دلال اوكي تسال، حبيت اسالك رحمه، انت مواصله على الفوكاليز؟ لا يا دلال، يعني حسب، يعني هسه قاعده ابلش ارجع. هاي فدوز، هل ميلودي عرضت دعايه لفيديو كليب خلصنا؟ وإذا كانت قد عرضت دعاية لماذا لم تعرض كليب؟ أوكي يعني لأنه أخذت الأغنية حصري على قناة الـ MCP، فلازم يخلص الحصري وإن شاء الله راح ياخذ.
اخذوها الميلودي واكيد قنوات ثانيه. والسؤال الثاني هو كاتبين بصفحه رسميه لك على الفيسبوك انه الفيديو كليب خلصنا راح يعرض على الاسبوع القادم على ام تي في لبنان وروتانا و ال بي سي، واجا الاسبوع وراح ينتهي وشغل الكليب ان شاء الله راح تشوفوه. بس قلت لكم على ما يخلص الحصري واكيد اكيد لانه انا هم حابه انه ينعرض على هاي القنوات. اكيد اشكر كل واحد نزل سؤال وتعب نفسه، واني احبكم هوايه وتحياتي لكل الفانز.